بس من ناحية ثانية فعلا أنا يمكن قعدت جزء من الوقت تفاجأت، أنا كنت أدري عن الموضوع، كان قال لي عن أبو علي، فقلت يمكن تغيروا اسم الندوة أو عنوانها أو محتواها، لكن بعد ما سأل السيد شفت أن فعلا هذا هو العنوان موجود يعني. فأنا بس ملاحظتي أن لاحظت الأعمار الموجودة في طبعا الحضور هنا الورشة متفاوت، وفي بعضهم صغار السن، طبعا الواحد ما يقدر يغالط نفسه، صغار السن يبقى في النهاية استيعابه يختلف عن استيعاب الرجل الكبير يعني. فأنا أتصور لو للندوات تاخذ منحى ثاني أنه تحاول نفس ما قال السيد تغوص في عمق الموضوع وتكون أكثر بساطة، باعتبار أن نفس ما قلنا أن تفاوت الحضور مختلف، فأساس أن الكل يستوعب ما تريد أن توصل إليه من فكرة أو من مضمون. بس هي ملاحظتي، ومع ذلك أقول الحمد لله رب العالمين يكفي الحضور الجميل هذا والتجاوب. ممتاز ممتاز. أنا بس على أساس أنهي التعليقات على هاي الموضوع اللي أثار السيد، إحنا لازم نفكر في شيء واحد، هل إحنا هني بس قاعدين نبني رادود والله نبني إنسان ناجح؟ بس هاي السؤال، نبني رادود فقط والله نبني إنسان ناجح؟ الرادود الناجح مو بالضرورة يكون إنسان ناجح، بس الإنسان الناجح ممكن يكون إيه. زين، فأنا أعيد وأكرر بس يعني على أساس آخر مرة خلنا نأخذ أسئلة بدون حق لا نأخذ تعليقات، إن الهدف من الدورة برمجة عصبية. برمجة عصبية ما في كتاب اسمه برمجة عصبية للرواديد، ترى لحد الآن ما سووه. إنزين، فإحنا اليوم نفس ما قلت أنا جايب مفاهيم عامة تنفع الحضور سواء كانوا صغار او كبار. بالعكس انا اغبط اللي قاعدين كلهم هنا، ترى يعني 20 سنه قبل الحين ما في دوره كذي صارت. انزين، بالعكس انا كان ودي مثلا واحد ينبهني على هاي الاشياء يوم انا صغير. خاصه انا بقول لكم شيء واحد، اذا بتاخذون هذه المحاضره كامل بتخلونها على جانب، اخذوا بس عبارة واحدة اللي قلتها، اللي هي شنو؟ إذا كنت بتفشل شنو الأسباب اللي بتخليك تفشل؟ اعمل العكس. أنا يعني إذا تأخذون هاي الفكرة يكون عندي هذه الأمسية أنا بالنسبة حقي ناجحة جدا. بس هذه الفكرة، لا تدع الفشل أن يكون خيار من خياراتك. إذا هاي الفكرة وصلت أنا خلاص أكون مستانس، الليلة أروح وانام مرتاح وباكر اقوم الصبح اروح الشغل. في اي سؤال ثاني؟ تفضل. ما هي أهمية تنويع الأهداف؟ تنويع الأهداف أهمية تنويع الأهداف. هذا شو يصير لك بابا هذا؟ ها؟ أنت أبوه؟ إي أنا أبوه. لا صدق صدق. أبوه هو أخوك. أبوه؟ هو أخوك بعد. ما شاء الله. ما شاء الله. يعني هاي الأمثلة اللي احنا ودنا نشوفها صراحة، ان الأبو يبقى ولده وياه ويخليه يتعلم بعد. الحين أبوك لو ولدك لو ايش يعني بالمعنى؟ ها بالمعنى. شوف حبيبي، تنويع الأهداف، عندي صديق أنا زين، هو ذاك صار الحين مستشار في السلمانية، أنا صرت محاسب أمشي معاشات الناس. الفرق بيني وبين ذاك الأخ كان بسيط جدا، كان ذاك مبرمج وقته دراسة لعب أكل نوم وهالأمور، أنا كنت مبرمج وقتي كله لعب. فبالتالي هو صار مستشار دكتور وأنا صرت محاسب أمشي معاشات. فلازم الأهداف مالك تتنوع، يعني تخصص وقت مثلا دراسة، تخصص وقت حق اللعب. اوكي واضح. ابو علي عندك سؤال بعد؟ لو لا بس مداخلة، يمكن انا اختلف ويا ابو حسين ويا السيد. نايل الله قلنا خلاص بقى. في موضوع يعني على اساس يكون يعني عندنا ثلاثة محاور في الدورة، محور فن اداء الرادود، محور البرمجة العصبية، والمقامات الصوتية. مثل ما ذكر الأستاذ، هو صناعة إنسان ناجح، مو فقط على مستوى أن يكون رادود،
على كل المستويات من أجل أن يكون ناجح، وبعدين هو عليه التطبيق وعليه الربط يربط المقامات بفن أداء الرادود. يمكن اللي يتكلم عنها السيد في ليلة فن أداء الرادود هذه تتعلق بها أكثر تطبيقيا يعني. شكرا. خلاص خلاص ما نبي بعد هذا، خلاص ترى أنا عادي يعني. بالعكس سيد، أنا ما ترى مو حين مثلا أقول هذا السيد الحين ما جاء فطسة، أنا ما خاطري أفطس، لكن خاطري بالعكس لا تقول، خلاص قول على العموم. إذا ما في أي سؤال راح ننهي الجلسة، وفي النهاية بعد أذكركم مرة ثانية، فكر شنو اللي راح يخليك تفشل وسوي العكس. خلاص صلوا على محمد. نشكر الأستاذ محمد عيسى على هذا الإبداع، ونتمنى له دوام التوفيق. بس هناك ملاحظة مهمة نرجو من الأخوة تعاون معنا وعدم الإحراج، إغلاق الهواتف النقالة أو وضعها على الوضع الصامت في المرات القادمة، ونرجو من الأخوة الأفاضل التعاون معنا في المرات القادمة لتعم الفائدة على الجميع، أخذ الميكروفون لأنه يوجد تسجيل. يعني إذا ما استفدت هنا على الأقل تستفيد إذا حصلت على لهدي أو التسجيل. أيضا أن نرحب بضيف الشرف الأستاذ قاسم حسين، وتفضلوا ونصور معاه صورة جماعية. صلوا على محمد وآل محمد. يلا تفضلوا اخوان للصوره. نأكد عليكم يا اخوان ان ضيف الشرف لهذه الليله الاستاذ قاسم حسين، صحفي بجريده الوسط. تفضلوا في الامام. تفضل سيد. تفضل استاذ محمد. تفضلوا في الامام عقب. تفضل سيد. تفضل ابو حسين. تفضلوا. صلوا على محمد وآل محمد. سواعد الولاية حياكم هني شوي حق الصورة، بعدين وزعوا. انت صور ثنتين، خل واحد يصور غيرك. ها سيد أمير أحمد، يلا صورهم. وين الباقي؟ علي نادر تعال، خله هناك. تعال أحمد. سيد أمير خلصت؟ يلا خله هناك وتعال.